وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. استغفر الله العظيم. ثانية واحدة، يعني الحمد لله يا جماعة، حتى السجاير والاغاني احنا بنصور واحد بيعدي باغاني. يلا بينا كمل تاني كده يا ابني كمل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. الله 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 ان شاء الله يا ابني. صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إنه خبير بما تفعلون. يعني بص النصيحة من عيل عنده 14 سنة، طفل عنده 14 سنة، أقول طفل ولا شاب ولا ما أعرف، يعني في منتصف كده، إيه ولا هو طفل ولا هو شاب. عنده 14 سنة بيقول لك إنه خبير، ربنا خبير بما تعملون. وأنت قاعد كده مع حالك بتشرب السيجارة كده تمام والدنيا تمام في شهر رمضان، يا جدع يا جدع استنى، يعني انت مش قادر تصبر على نفسك، يعني حتى بتشربها وهي حرام، ربنا يبعدك عنها، ده ابتلاء ابتلاء اقسم بالله من ربنا. ادينا حاجه كمان كده، سمعنا كده ايات كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ان الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم إن شاء الله ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله تبارك الرحمن عليك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. انا حسيته، عايز يقول انا حسيته، يعني حسيته قارئ كبير، حسيته قارئ متربي على صوته. ما شاء الله عليك يا ابني اقسم بالله. يعني تدي ايه بقى نصيحه كده للشباب وانت عندك 14 سنه؟ انا اسف، انت انا اسف ان انا ما جيتلكش من زمان، يا ريتني شفتك من زمان. انا بزعل، انت بتقول لي 14 سنه، كان نفسي اقابلك وانت عندك 10، كان نفسي اقابلك وانت عندك 9، كان حلك اديت لي الناس اعظم من كده. كل ما الانسان ما عمره ما بيتقدم، خلي بالك ما بيبقاش زي زمان. بذره الطفل، بذره الولد بتبقى في طفولته، الجمال كله تسمعه منه. هو طبعا جميل جدا، ولكن انا كنت تخيل ده، كنت قابلته من سنتين ثلاثه. ما شاء الله عليك يا سلامه، سلامه معجزه وموهوب جدا وقارئ لا يقل عن اي قارئ حرفيا. انا قاعد دلوقتي مش عايز اقول جنازه، يعني ربنا يعزنا جميعا، ولكن حاجه جميله. قول اللي بعده بقى. ولقد خلقنا الانسان
ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم، ربنا يبارك فيك يا سلامة، والله حركت قلوبنا جميعا، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت ايه يا سلامة، قول لهم في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، كنت مفكر نفسك مش هتموت يعني؟ لا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ لا، هتموت، كلنا هنموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لازم نرجع لربنا يا جماعة، لازم نرجع لربنا قبل اللحظة دي بجد، قبل لحظة سكرات الموت. يا عالم كل واحد فينا مكتوب له يموت إمتى؟ ارجع لربنا دلوقتي، ارجع لربنا وتقرب أكتر من ربنا. 14 سنة وصوته رهيب، يعني مش لازم يبقى صوتك حلو عشان تحفظ قرآن طبعا، لا، اقرأ قرآن، اسمع قرآن حتى، يعني اسمع بلاش تقرا يا اخي، اسمع قرآن، هتلاقي قلبك بقى خلاص مال لربنا، هتلاقي نفسك بتقرا قرآن وعايز تكتشف اكتر عن القرآن. هتسمعنا ايه تاني بقى؟ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ابني، كل شيخ بتخطفني على الشيخ اللي قبله. دخلت في ياسر الدوسري عيشتني معاه، دخلت في خالد الجليل عيشتني معاه، ربنا يبارك فيك ويزيدك من علمه كمان وكمان، واشوفك مكسر الدنيا يا سلام، ما شاء الله عليك فعلا، سلامة معجزة يا جدعان، والله ماشي على وجه الارض. هتقول لنا ايه تاني يا سلامة؟
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا ثواني 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 ثواني، ده خدها في نفس واحد، ما خدش نفس، انت ما خدتش نفس خالص.